سلام الله عليكم مشاهدينا، أهلا بكم إلى نشرة أخبار ثامنة. مرحبا بكم، ونستهل النشرة بالعناوين. رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن، ويؤكد أن كل الضمانات الدستورية والقانونية والتنظيمية كفيلة بحماية الإرادة الشعبية ونزاهة العملية الانتخابية. السيد رئيس الجمهورية يدعو إلى ضرورة إيجاد حلول ملائمة تعالج المخالفات السلبية لظاهرة تغير المناخ خلال خطابه في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومة الأفارقة عبر تقنية التحاضر عن بعد. رئيس الجمهورية يهنئ الفنانات والفنانين الجزائريين بمناسبة يومهم الوطني. السيد رئيس الجمهورية يجري أول مقابلة صحفية مع قناة الجزيرة، ويجدد مواقف الجزائر الثابتة تجاه القضايا العادلة، ويؤكد بأن الحراك المبارك الأصلي أنقذ الدولة الجزائرية من الذوبان. تجمعات شعبية ولقاءات جوارية مكثفة تتبع اليوم الأخير من الحملة الانتخابية، والتحضيرات جارية لانطلاق عملية التصويت للبدو الرحل. وتحسبا للتشريعيات، دعوات قوية للمرأة الجزائرية على اختلاف فئاتها للمشاركة بقوة في إنجاح الموعد الانتخابي. بداية، ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اليوم اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن خصص لتقييم التحضيرات المتعلقة بالانتخابات التشريعية ليوم 12 جوان 2021. وبعد أن استمع السيد الرئيس لمداخلات أعضاء المجلس الأعلى للأمن، أسدى تعليمات لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ومسؤولي الأجهزة الأمنية لضمان تأمين العملية الانتخابية، لا سيما مكاتب الاقتراع وفق أحكام القانون المنظم والمؤطر للانتخابات الذي يضمن حق الناخب في الإدلاء بصوته بكل حرية ويجرم أي تعد على هذا الحق المكرس دستورياً. وتأكيدا لأهمية هذا الموعد الانتخابي الهام، أكد السيد الرئيس أن كل الضمانات الدستورية والقانونية والتنظيمية كفيلة بحماية الإرادة الشعبية ونزاهة العملية الانتخابية تجسيدا لأحكام المادتين 7 و8 من الدستور. ألقى رئيس الجمهورية اليوم عبر تقنية التحاضر عن بعد خطابا في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة حول تغير المناخ، دعا فيه إلى ضرورة إيجاد حلول ملائمة تعالج المخلفات السلبية لهذه الظاهرة، واطلاع الدول المتقدمة بمسؤوليتها والوفاء بالتزاماتها الفنية والمالية تجاه الدول النامية، وكذا الإسراع في تجسيد مقترح الجزائر لإنشاء صندوق دعم تدابير التصدي للمخلفات السلبية الناجمة عن تغير المناخ. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي الرئيس، أصحاب الفخامة والمعالي، السيدات والسادة المشاركين، أود بداية أن أهنئ أخي الرئيس سيريل رامافوسا على نشاطه الدائم وسعيه الدؤوب لتوحيد مواقف الدول الإفريقية المتعلقة بالمسائل المصيرية لقارتنا على غرار ملف المناخ. كما أعرب عن أملنا في أن تفضي نقاشاتنا اليوم إلى نتائج عملية ومواقف موحدة في إطار التحضير لأشغال مؤتمر 26 لاتفاقية الإطارية أمم المتحدة حول تغيير المناخ شهر نوفمبر القادم بغلاسكو. ويعتبر البيان الوزاري المصادق عليه في إطار الدورة الاستثنائية الثامنة
لمؤتمر وزراء فارقة مرجعا أساسيا ينبغي الاستناد عليه، مع الأخذ بعين الاعتبار عدد من المسائل ذات الأهمية. على رأس هذه المسائل تتجلى ضرورة الحرص على مواصلة المفاوضات بالاعتماد على الطرق المعهودة، إذ تبين أن وسائل التحاضر عن بعد لن تمكننا من تحقيق الإجماع حول المسائل العالقة. ولذا نؤكد على ضرورة عقد المؤتمر بصفة حضورية حال توفر الشروط الصحية التي تسمح للوفود بالمشاركة في المفاوضات. كما نؤكد على الاحتياجات والظروف الخاصة للدول الإفريقية فيما يخص جهود الحد من آثار تغير المناخ، دون إغفال تلك التي خلفتها جائحة كورونا من تقليص الموارد المالية المخصصة لدعم الإجراءات المتخذة لتخفيف من تبعات تغير المناخ. ومن الأهمية بمكان العمل على إبقاء المفاوضات على مستوى الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ باعتبارها المنتدى الوحيد والأساسي الكفيل بإيجاد حلول مواتية للتصدي لظاهرة تغير المناخ ومخلفاتها السلبية. ويجدر التذكير بالمبادئ الأساسية التي يستند عليها الإطار القانوني الدولي حول تغير المناخ والمتجسدة في الاتفاقية الإطارية واتفاق باريس، ونخص بالذكر مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة للدول وكذلك القدرات الوطنية المختلفة. ويتعين التشديد على وجوب الامتثال العادل والمتوازن لبنود اتفاق باريس، مع التأكيد مرة أخرى على الدور الذي يجب أن تطلع به الدول المتقدمة لبلوغ الأهداف المسطرة فيه، آخذاً في عين حسبان مسؤوليتها التاريخية في تدهور المناخ. ويشمل ذلك ضرورة الوفاء بالتزاماتها في الشق الفني والمالي، وخاصة الالتزام بتخصيص ما لا يقل عن 100 مليار دولار سنوياً لمساندة النشاطات والإجراءات التي تتخذها الدول النامية. كما يجب تذكير الدول المتقدمة بالتزاماتها التي لم تستوفى بعد في إطار الفترة الثانية لبروتوكول كيوتو، ولا يمكن إغفال الأولوية التي يجب أن تحظى بها تدابير تكيف مع المخلفات السلبية لتغير المناخ، بالنظر إلى حجم هذه المخلفات على البلدان الإفريقية. ويقتضي ذلك الاعتراف بالجهود التي تقوم بها بلداننا في هذا النطاق والمطالبة بالدعم المالي والفني الضروريين. وفيما يتعلق بقرار إنشاء صندوق لدعم تدابير التصدي لمخلفات سلبية لتغير المناخ الذي اعتمده مجلس السلم والأمن بناء على اقتراح من بلدي، نؤكد على ضرورة الإسراع بإرساء القواعد والإجراءات الكفيلة بتفعيل عمل هذا الصندوق الذي يمكن أن يشكل أداة ناجعة لمساندة المجهودات التي تبذلها إفريقيا على الصعيدين الوطني والقاري، خاصة في مجالات التكيف والتطوير وتطوير الطاقات المتجددة. شكرا على الإصغاء، والسلام عليكم. والآن يرفع على مسامعنا أذان صلاة المغرب بتوقيت الجزائر العاصمة وما جاورها من مدن.
تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. نواصل ملف نشرتنا، حيث هنأ اليوم السيد رئيس الجمهورية الفنانات والفنانين الجزائريين بمناسبة يومهم الوطني قائلا في حسابه على تويتر: أحيي كل الفنانات والفنانين الجزائريين بمناسبة يومهم الوطني، وأحيي بالمناسبة أيضا كل من لا يزال يحمل في قلبه ذكرى استشهاد علي معاشي رحمه الله. أجرى السيد رئيس الجمهورية أول مقابلة صحفية لرئيس جزائري مع قناة الجزيرة، تطرق فيها السيد رئيس الجمهورية إلى جملة من القضايا الوطنية والجهوية كالملف الليبي وكذا عدد من الملفات العربية في مقدمتها القضية الفلسطينية. ففي شأن الداخلي أكد السيد رئيس الجمهورية أن الحراك المبارك الأصلي أنقذ الدولة الجزائرية من الذوبان، والجزائر كانت تحت سيطرة العصابة التي سرقت مئات الملايير من الدولارات وحولتها إلى الخارج. العصابة كانت ترغب في استغلال مرض الرئيس السابق للاستيلاء على السلطة لخمس سنوات أخرى، مؤكدا أن حجم الفساد في الفترة السابقة كان كبيرا، وإلى اليوم ما زلنا نكتشف امتداداته الظاهرة وغير الظاهرة. كما كشف السيد الرئيس أن 50 شخصا فقط احتكروا الاستيراد في الحقبة الماضية، وكانت لهم السلطة المطلقة والقرار في اختيار من يحق له الاستثمار في الجزائر، مضيفا أن العدالة حجزت واسترجعت جميع الممتلكات الظاهرة للعصابة وإرجاعها إلى خزينة الدولة. السيد رئيس الجمهورية أكد أيضا أننا نعمل مع الدول الصديقة وفي أوروبا وفي العالم لمساعدة الجزائر في اكتشاف واسترجاع الأموال المنهوبة. الفساد، أضاف السيد الرئيس، تحول في فترة ما إلى تقليد من تقاليد الدولة. أذكر بأن 13 مليون جزائري أنقذوا الجزائر من العهدة الخامسة وتمديد الرابعة، وبفضل وعي الشعب تجاوزت الجزائر مرحلة الخطر. رئيس الجمهورية أكد أن الجزائر شهدت أول ربيع عربي في أحداث أكتوبر 1988، وقد تخلصت من الإسلام الإيديولوجي إلى غير رجعة، علما أن التيار الإسلامي النشط في الجزائر يختلف عن باقي التيارات الإسلامية في الدول الأخرى. كما أوضح رئيس الجمهورية أن الحركة الأصيلي انتصر بفضل سلميته تحت حماية مصالح الأمن والجيش، والمسيرات الأخيرة مجهولة الهوية وغير موحدة فكريا لا في المطالب ولا في الشعارات، وهي بالمئات. رئيس الجمهورية قال إن 50 ولاية جزائرية لا تشهد أي مسيرات في الفترة الأخيرة، معتبرا أن العلاقة بين الرئاسة والجيش علاقة طبيعية، والجيش الجزائري مؤسسة دستورية تقدس دستور الدولة. كل حال أنا كنت كان سبق وقلت أن بالكلام على الحراك المبارك الأصلي أنه انقذ الجزائر من كارثة كانت يعني واضحة المعالم، وكنا ماشيين في داهية كما يقولوا بالعامة، يعني كان تقهقر الدولة الجزائرية وصل درجة تاع الذوبان، يعني ما بقاتش دولة، عصابة لهذه الدرجة. من جهة أخرى، أكد السيد رئيس الجمهورية أن في فرنسا 3 لوبيات لا يتوافق أحدهم مع الآخر. الأول من المعمرين الذين غادروا الجزائر بعد الاستقلال وورثوا حقده لأحفادهم، والثاني امتداد للجيش السري الفرنسي في فترة، والثالث متكون من جزائريين اختاروا الوقوف مع فرنسا، وأن ما قال لوموند الفرنسية ينطبق عليه القول: وإن أكرمت اللئيم تمرد. فهي كانت ممنوعة في الجزائر، وأنا من قرر سابقا عودتها للجزائر، وأن الجزائر التي تحدثت عنها لوموند هي ليست الجزائر التي نعرفها، يضيف السيد الرئيس. وفي شأن الخارجية، أكد السيد رئيس الجمهورية أن الجزائر مستهدفة بالتآمر، لأنها لا تسمح هي بدورها بالتآمر على البلدان العربية، ونحن مستهدفون أيضا لأننا بلد لا مديونية خارجية عليه، وبالتالي مستقل القرار وصاحب السيادة. وأضاف السيد رئيس الجمهورية أن الجزائر تحمل مشعل فلسطين والصحراء الغربية والشعوب المضطهدة،
مبرزا أنهم يريدون إسكات صوت الجزائر وهذا لن يحدث وأن الاستقرار المستمر للجزائر بفضل قوة جيشها. أخطأ من قال إن الجزائر ستسقط بعد سوريا ولسنا نحن من لدينا مشكلة مع المغرب ولكن المغرب من لديه مشكلة معنا. السيد رئيس الجمهورية أكد أيضا أن قضية الصحراء الغربية بين أيدي اللجنة الأممية لتصفية الاستعمار منذ 4 عقود والأمم المتحدة تعتبر أن الصحراء الغربية مستعمرة. السيد الرئيس أكد أنه سبق وكانت علاقتنا جيدة مع المغرب والحدود مفتوحة رغم ملف الصحراء الغربية موضحا أن موقفنا ثابت ولم يتغير من الصحراء الغربية ولا نقبل بالأمر الواقع مهما كانت الظروف. والجمهورية العربية الصحراوية عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي. السيد رئيس الجمهورية أكد أن الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي غادر إسبانيا برخصة من الدول الإسبانية وأضاف السيد رئيس الجمهورية أن مواقفنا من القضية الفلسطينية لا يتغير لا بالتقادم ولا بالتخاذل وكل الدول العربية اتفقت سابقا على مبدأ الأرض مقابل السلام مع المحتل لكن اليوم لا سلم ولا أرض فلماذا التطبيح؟ أنا قلت لك المواقف تاعنا ما تغيرش لا بالتقادم ولا بالتخاذل. فيه اتفاق على مستوى الجامعة العربية كل العرب اتفقوا أن يكون فيه سلم مقابل الأراضي يعني دولة فلسطين ومن بعد السلم مع المحتل. اليوم لا سلم لا لا لا, لا أراضي ولا 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 يحزنون وعلاش نطبعنا. وبخصوص الملف الليبي أكد السيد رئيس الجمهورية أن الأشقاء الليبيين طلبوا أن تتم المصالحة الليبية في الجزائر وهذا ما أكده رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية في زيارته الأخيرة للجزائر. السيد رئيس الجمهورية أكد أننا طلبنا خلال حضور مؤتمر برلين إجراء انتخابات عامة في ليبيا تحت إشراف الأمم المتحدة وأن تأثر مالي ودول الساحل جاء فعليا بعد اهتزاز استقرار ليبيا. السيد رئيس الجمهورية أضاف قائلا إن قوافل محملة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة تم رصدها بالأقمار الصناعية متجهة إلى منطقة الساحل ولم يتم منعها وإيقافها وأن مثل هذا السلوك يهدف إلى تطويق الجزائر لتسهيل اختراقها ولهذا السبب نسعى إلى تقوية جيشنا بشكل أكبر والمناورة العسكرية للجيش في الفترة الأخيرة لضمان جاهزيته لأي طارئ. وقد رفضنا أن تقع أول عاصمة مغاربية وإفريقية طرابلس في قبضة المرتزقة والجزائر كانت على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوطها. وحينما قلنا إن طرابلس خط أحمر كنا نقصد جيدا ما نقول والرسالة وصلت لمن يهمه الأمر. ما نقبلش باش تكون أول عاصمة مغاربية وإفريقية يحتلوها المرتزقة. كنا ندخلوا أنا ذاك تدخلوا عسكريا؟ ندخلوا بصفة ولا أخرى ما نبقوش مكتوفين الأيادي. ولما قلنا خط أحمر حقيقة كان خط أحمر وفهمونا اللي على وصلت الرسالة ولم تحتل. أصدر مكتب مجلس الأمة برئاسة السيد صالح جوجيل رئيس مجلس الأمة اليوم بيانا حث فيه المواطنات والمواطنين على المشاركة المكثفة والواسعة في التشريعيات المقبلة داعيا إلى الاستثمار في الديناميكية التي تشهدها العملية الديمقراطية في البلاد باعتبارها إحدى ثمرات الوعد الصادق لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي يسعى في كل مناسبة إلى قطع الطريق أمام أي تأويل أو قراءة مجانبة للصواب بخصوص ما يتأسس للجزائريات والجزائريين من معالم مستقبل واعد تتأكد بشائره باستكمال مسار البناء المؤسساتي أفقيا وعموديا.
مكتب المجلس أشاد بالموقف المعبر عنه من قبل رئيس الجمهورية لوسائل الإعلام بخصوص المسلكية الجزائرية من مجمل القضايا الدولية، لا سيما بالنسبة للقضيتين الفلسطينية والصحراوية وثباتها في مواقفها المناصرة لقضايا الحق والعدل والإنصاف. وبشأن الحملات المسعورة لزمر ومنابر برلمانية وإعلامية أجنبية، أكد مكتب مجلس الأمة في بيانه أن الشعب ومؤسسات الدولة في طليعتها الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني بحق وجدارة ستكون لهم ولعملائهم بالمرصاد. أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بالحيمر فشل مساعي الأطراف الحاقدة التي راهنت على إلغاء أو تأجيل تشريعيات 12 جوان، مبرزا دور الإعلام الجزائري في التصدي للهجمات العدائية والمضللة التي تطال البلاد. وشدد بالحيمر في حديث خاص به جريدة الشباب الجزائري على أن الشعب الجزائري ليس في حاجة إلى أوصياء أو من يقرر مكانه. كما تطرق وزير الاتصال إلى مشروع قانون الإشهار الذي لا يزال قيد الدراسة، والذي يرمي إلى تصحيح الاختلالات والممارسات السابقة المنافية لعمل الإعلام، حيث صرح بأن القانون العضوي الجديد المسير لقطاع الإشهار من المنتظر صدوره بعد تشريعيات 12 جوان الجاري. وبخصوص تنظيم عملية إنشاء المواقع الإلكترونية في الجزائر، كشف وزير الاتصال عن استحداث آلية جديدة سميت بلوحة القيادة أو التحكم لهذه المواقع. تنتهي الحملة الانتخابية اليوم عند منتصف الليل وسط تكثيف الأحزاب السياسية والقوائم الحرة من التجمعات الشعبية واللقاءات الجوارية لاستمالة الناخبين وكسب ثقتهم. وباختتام الفترة القانونية للحملة الانتخابية التي دامت 20 يوما، تبدأ فترة الصمت الانتخابي إلى غاية يوم الاقتراع. عن الموضوع يفصل وليد زروق في هذا العرض. الصمت الانتخابي مرحلة زمنية تفصل بين الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع. التزامات عدة تفرض على المترشحين في هذه المرحلة وحتى على وسائل الإعلام، فهي فرصة للناخب يستقر فيها لاختيار ممثليه عن قناعة. 3 أيام هي الفترة الزمنية التي حددها القانون كصمت انتخابي تلتزم به كل الأطراف، وهو ينهي عمر الحملة الانتخابية والمقدر ب20 يوما. الصمت الانتخابي يلزم المترشحين بقطع كل أنواع الاتصال، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مع الهيئة الناخبة. فحسب المادة 74 من القانون العضوي للانتخابات، فإنه من غير الممكن مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان أن يقوم المترشحون بالحملة الانتخابية خارج الفترة المنصوص عليها قانونا. كما يمنع القانون في هذه الفترة نشر وبث صبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين عبر أي وسيلة تواصل كانت، وهذا ما تؤكده المادة 81 من القانون العضوي للانتخابات. هذا والتزمت كل الأطراف باحترام هذه الفترة الزمنية دون نشر أو مخاطبة الناخبين عبر أي وسيلة كانت، وذلك من خلال التوقيع على ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية، وهو عهد لا يخالف. الصمت الانتخابي مرحلة فاصلة للناخب في اختيار من اقتنع به في حملة انتخابية طرحت فيها البرامج والقوائم لتشكيل المجلس الشعبي الوطني الجديد. وموعد 12 جوان يتطلع إليه الشباب عموما والمرأة بشكل لافت، كل حسب الاهتمام ومجال النشاط. المستثمرة أمال من المغير يحدوها أمل كبير في النجاح في مشروعها الخاص بالخياطة والنسيج، وبقدر اهتمامها بصنع الراية الوطنية اهتمامها أكبر في المساهمة في تشريعيات 12 جوان. نيلة حليفة. اهتمت أمال كثيرا بعالم الأعمال، حيث ارتأت أن تنشئ مؤسسة ناشئة مصغرة لمشروعها الطموح والمتمثل في خياطة الألبسة بولاية المغير مع تعليم متربصات التكوين المهني. أي وحدة عندها هواية ولا عندها تغتنم أي فرصة
وأمل بالنسبة لي هي فرصة كبيرة. قريتها وهي هوايتي، جيت هنا نتمهن عند أمل ونزيد نتعلمها مليح مليح. الحمد لله احنا رانا استفدنا من الدولة عن طريق لونسيج. كان عندنا مشوار طويل، ما نقولكش مشوار ناجح 100%، لكن الشيء اللي حققته المؤسسة لحد الآن يعني لا بأس به الحمد لله. لم تكتفي أمال بهذا القدر من نجاح المشروع، بل أرادت أن توسعه أكثر مع تطويره بآلات جد حديثة. خياطة كنشاط هو يعني في حد ذاته قادر يكون نشاط يكمل الاقتصاد الوطني من حيث النوعية، من حيث يغطي النقائص الموجودة في السوق المحلية. العلم الوطني أخذ حصة الأسد في ورشة أمال، وذلك بخياطته وتصنيعه، كما تكلمت عن تطلعاتها وأفاقها في تشريعيات 2021. بالأخص الشباب اللي خريج الجامعات، الشباب اللي عنده مؤسسات، اللي عنده طموح، ماذا بينا أنه انشغالاته توصل قبة البرلمان. نتمنى أنهم ينفذوا على الأقل نصف أو ربع الوعود اللي مدوها. ما الحياة إلا تجارب نمر بها ونخطوها، ومشوار الألف ميل يبدأ بخطوة. وبمدينة وهران نظمت الكشافة الإسلامية الجزائرية وفعاليات المجتمع المدني حملة تحسيسية لتوعية المواطنين بأهمية الانتخاب، حيث تصر المرأة الجزائرية على إحداث التغيير. المزيد مع نوال بن طوبة. الجميع اجتمع بساحة الطحطاحة وسط مدينة وهران من فعاليات المجتمع المدني والكشافة الإسلامية الجزائرية للتحسيس بأهمية هذا الاستحقاق. اليوم رانا هنايا على جال التحسيس باش نحسوا المواطن باش يلبي بالصوت تاعه. ما علاش نقولوا له دير هاك ولا روح اي حزب ولا، احنا كجمعيه الدور تاعنا لبوا صوت النداء للشباب باش يمد الصوت تاعه والمواطن الجزائري والمواطن الوهراني. المواطنون من جهتهم واعون باهميه هذا الموعد الانتخابي ويتطلعون الى تمثيل برلماني في مستوى الطموحات. ماذا بكم تنتخبوا فوتو على خاطر الشباب ولا خاطر بلادنا على خاطر الجزائر؟ فوتو الا بغيتو ربي فوتو. متمنين هذا الانتخاب ان شاء الله يكونوا رجال، وان شاء الله يا ربي يرفعوا ذا البلاد ويرفعوا ذا العلام. ان شاء الله لهذا الجيل اللي راه ان شاء الله يحوصوا على الفوت، رانا نقول لهم ديروا يد واحده ويليق الفوتو، يليق الفوتو باش نختاروا انسان يسير لنا البلاد ان شاء الله يا ربي. المبادرة شملت أيضا توزيع مطويات على المواطنين والتوعية بأهمية الانتخاب كواجب وطني. والمرأة الجزائرية تطلع بدور ريادي في صنع القرار والتغيير، مما جعلها عنصرا فاعلا في إحداث التغيير من خلال مشاركتها في الانتخابات التشريعية. والعينة من بشار مع من العرج. مبدأ تجسيد تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في صنع القرارات السياسية حق يكرسه الدستور الجزائري، إذ يتزايد اهتمام المرأة في دخولها لغمار الانتخابات التشريعية كعنصر محوري فعال يساهم في بناء مؤسسات الدولة. من خلال مبدأ المناصفة الذي ضمنه في الدستور الجزائري من أجل أن تتولى المرأة الوظائف السامية في الدولة والمناصب العليا مناصفة مع الرجل، طبعا بناء على معيار الكفاءة العلمية والتكوينية وكفاءة الأداء، أن المرأة سوف يكون لها ثقل في صنع القرارات الأساسية أو السياسية في الجزائر. المرأة من ولاية بشار تتطلع لإحداث فرصة التغيير من خلال مشاركتها في هذا الاستحقاق. رسالتي للنساء اللي راهم في البيت ولا اللي موظفات ولا اللي راهم دارسات، ولا أنهم يكونوا بقوة في التعبير على آرائهم يوم 12 جوان، لأن المرأة لما تعول باش تغير. وبهذا يجب عليها صنع القرار بنفسها، اتخاذ قرار بنفسها، ويجب عليها الاختيار، يجب عليها أن تنشئ قرارا جديدا في المجتمع نحو التغيير الإيجابي. المرأة الجزائرية كانت ولا زالت تثبت قدراتها وكفاءاتها كشريك أساسي يحدث التغيير من أجل المضي قدما نحو جزائر جديدة. ومشاركة المرأة في الموعد الانتخابي يكتسي بعدين أساسيين، الأول ضمن القوائم الانتخابية والثاني في المشاركة الواسعة يوم 12 جوان. من برج بوعريريج هذه المراسلة نتابع. لطالما شكلت المرأة البراجية رقما فعالا في معادلة الحياة السياسية بمشاركتها في جل الاستحقاقات الانتخابية الهامة،
والتشريعات القادمة هي محطة جديدة لهن. المرأة مثل الرجل عندها الحق في الانتخاب وعندها الحق باش تختار الإنسان المناسب في المكان المناسب والإنسان اللي راهي تشوف باش يقدر يمثلها كسوا اون فام ولا انو. المشاركة أصلا لها تأثير إيجابي في ولايتنا، مشاركة المرأة النسبة العالية لمشاركة المرأة، خاصة أن المرأة الآن أصبحت تشارك المرأة المحامية، الطبيبة، الأستاذة، المديرة، يعني تنوعت مشاركات المرأة في ولاية برج بوعريج، وهذا يعني فعل خير إن شاء الله على ولايتنا اللي دائما هي ولاية محافظة المرأة فيها قليلة كما نقولوا قليلة المشاركة، والآن يعني أصبح المشاركة تحاول كبيرة بزاف. أنا نطلب من المرأة الجزائرية والمرأة في ولاية برج بوعريج أن تكون المساهمة تاعها في صنع الحدث في الإقبال على مراكز الانتخابات يكون به حجم كبير، والإقبال هذا راه في صالح الولاية وفي صالح الجزائر عامة، لأننا ما دامنا بدينا نبحث على التغيير فلنشارك معا من أجل هذا التغيير، من أجل هذا الحدث، من أجل إنجاح هذا العرس الوطني، وإن شاء الله يكون في الخير على بلادنا بإذن الله. وعي كبير لدى النسوة البراجيات بضرورة المشاركة في الاستحقاقات القادمة، فهي المستقبل والأمان بالنسبة لهن. نهار السبت إن شاء الله يكونوا الانتخابات، ولازم كاع البراجيات يروحوا ويفوطيو، لازم نكون في الموعد، هذه بلادنا أكل ولازم كاع نفوطيو عليها نساء ورجال إن شاء الله. الانتخابات هذا واجب وطني على كل فرد، على كل مواطن يحب الوطن تاعو ويحب يساهم في ترقية والازدهار تاع الوطن تاعو. احنا نفوتوا ونفوتوا كل عام نفوتوا، مولاها ربي اللي جابها ربي المليح مليحه، الله ان شاء الله يملح ايامنا ويحقق احلامنا وينقي الشوك من قدامنا ويفتح بيباننا ويهدي عدياننا. ولانهن نصف المجتمع، النسوه ببرج بوعريج، هن اليوم مترشحات وناخبات، كلهن يساهمن جنبا الى جنب في بناء جزائر الغد. والمراسلة إذن كانت لزميلة نسمة يعقوبي. انطلقت بولاية ليزي قوافل المكاتب المتنقلة للانتخابات التشريعية للبدو الرحل وسكان المناطق النائية، حيث تنطلق غدا بها عملية الاقتراع. يقول إبراهيم بالخير. طارت طماجرة أهرهر آفرة ومناطق أخرى هي وجهة هذه القوافل حتى يتمكن السكان من أداء واجبهم الانتخابي قبل 72 ساعة عن موعد 12 جوان المقبل بإشراف مباشر من أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. افتتح الصندوق إن شاء الله غدا على الساعة 8. كل الوسائل جهزت من طرف السلطة الوطنية للانتخابات، تم تزويدنا بجميع الوسائل حتى أجهزة الاتصال كما تشاهدون عندنا أجهزة تورية من اجل الاتصال من اي مكان. داي معنا كل ولازم نتاع الصحه نتاع الاسعافات الاوليه راه موجودين معنا، ممرضين موجودين، ممرضين قدماء ولاباس بهم كل اتجاه. الهيئه الناخبه ضمن هذه المكاتب المتنقله تقدر بحوالي 9095 ناخب، حيث تم تسخير جميع الامكانيات الماديه والبشريه وإمدادات إن صح التعبير، بالإضافة إلى مرافقة طبية لضمان تطبيق البروتوكول الصحي. ولإنجاح العملية بفيافي وشعاب المناطق النائية والبعيدة سخرت كافة الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة. وعن التحضيرات الجارية لإنجاح عملية انتخاب البدو الرحل بالمنطقة الحدودية البرمة يلتحق بنا مصطفى هدهات. مصطفى، كيف تجري هذه التحضيرات لهذه العملية؟ العملية الانتخابية الخاصة بالمكاتب المتنقلة في بلدية البرمة التي تبعد أكثر من 400 كيلومتر عن مقر ولاية بورقلا تنطلق غدا 72 ساعة قبل الموعد الانتخابي في 12 من جوان. ومن أجل السير الحسن لهذه العملية، السلطة المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخاب سخرت كل الإمكانيات الضرورية لذلك، بما فيها الوسائل الخاصة بالوقاية من فيروس كوفيد. والإشارة فإن عدد المكاتب بولاية ورقلة هو 6 مكاتب كلها جميعا في بلدية البرمة الحدودية، تحصي أكثر من 7800 ناخب سيكونون غدا على موعد الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات التشريعية. مصطفى هتهات، كنت معنا مباشرة من البرمة، شكرا جزيلا لك.
في التعاون استقبل اليوم وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي محمد علي بوغازي وزير السياحة للمملكة العربية السعودية أحمد بن عقيل الخطيب، وذلك في إطار التعاون بين البلدين في المجال السياحي. هذا واطلع الوفد الوزاري على معرض للصناعة التقليدية الجزائرية. أشرف اليوم وزير التجارة كمال رزيق بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية على لقاء تقييمي لأشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي وصلول الإنتاج الوطني الموجه لسوق الليبية المنعقدين الشهر المنصرم. كللت اللقاءات الثنائية بين المتعاملين الاقتصاديين بربط علاقات تجارية اقتصادية واستثمارية بين العديد من الشركات والمؤسسات الناشطة في مختلف المجالات التي سنسعى على توطيدها وتنميتها. شكل موضوع ندرة الموارد المائية في الجزائر محور ندوة نظمها اليوم المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بمشاركة ممثلي مؤسسات وشركات اقتصادية عمومية وباحثين في المجال. احنا هدفنا انه فقط ليس نزيدوا في القدرات الانتاجيه ولكن ايضا نتفادى الخسائر في المياه لما ذكرتها عن طريق التبذير او عدم ترشيد الاستهلاك الى اخره. هذا هو هدف الحلقه السلوكيه اليوم، هو كيف يمكن ناثر على سلوك المواطن الاعتيادي في استهلاك المياه. وشفتوا بعض الارقام، لكن ندفعوا به الى استهلاك راح اقول لك عقلاني لهذه الثروه اللي هي في طريق الزوال اصلا. بميناء الجزائر أشرف اليوم وزير الأشغال العمومية والنقل كمال ناصري رفقة وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب على استلام السفينة سيرتا الجديدة لنقل البضائع في عملية هي الثانية من نوعها. المزيد مع وهبه. تعزيزا للأصول البحرية الجزائري باخرة سيرتا الحاملة للحاويات، مكسب جديد من أجل استغلال أمثل لنقل السلع والبضائع. هي طبعا استثمارات للمؤسسات الوطنية في لتعزيز الأسطول البحري الجزائري كما هو في الخطة العملية التي صادقت عليها الحكومة. الاستثمارات ما زالت إن شاء الله، هناك أيضا استثمار آخر وهو اقتناء حوالي 2000 حاوية، لأن هذه البواخر هي حاملة حاويات، إذن هناك مشروع لاقتناء 2000 حاوية في انتظار البدء في تصنيع هذا النوع من التجهيزات في الجزائر إن شاء الله. وهناك مؤسسات جزائرية تعمل على التخطيط للبدء في صناعة الحاويات، وبهذا يكون عندنا استقلالية أكبر. المنشأة الجديدة من شأنها التقليص من فاتورة النقل البحري بالعملة الصعبة. أشرف اليوم كل من وزيري التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد على إعادة تنصيب 4 أفواج عمل مشتركة في إطار استكمال مسار التعاون بين القطاعين. يأتي تنظيم هذا اللقاء بين القطاعين في إطار استراتيجية التطوير التي تضمنها مخطط العمل الاستراتيجي للقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تركز على تعميق إصلاح التعليم العالي والعمل على تحسين نوعية التكوين والبحث وجودتهما. الجزائر اليوم لازم تعمل خطوة في التقدم، خطوة في نوعية التكوين، في نوعية التربص، في نوعية الخدمات الطبية، لأن نتكلم على ميداني، وهذا ناتج بالطبع على رفع المستوى وعلى تجنب بعض المشاكل اللي كانت سابقة. في الانشغال الصحي، نظمت مديرية الصحة لولاية تيزي وزو ورشات مفتوحة حول آليات التلقيح ضد الوباء، حيث عرفت العملية إقبالا كبيرا للمواطنين. الأخضر كعوان. هي الحملة الأولى لتوسيع عملية التلقيح ضد فيروس كورونا على مستوى فضاءات مفتوحة ببلدية تيزي وزو، في خطوة لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المواطنين.
أنا نقول المواطنين اللي راهم متخوفين من هذا التلقيح ويسمعوا دي زافي ماشي تاع لي بروفيسيونيل يتجهوا لهذوما المراكز غران اسباس بيبليك كيما اليوم وهي حتكون طول لون دو لاني اترافير كاع لي دايره دو لا ولايه دو تيزي وزو يجيو عندنا هنا كونسلطاسيون عند الميدسان يسقسيه كاع الاسئله للطبيب والاخصائيين في التلقيح. ارتياح كبير لمسناه لدى المواطنين مباشرة بعد تلقيهم أولى الجرعات. أدروح ما تفاك تفاكسيني ما دي بريفيرونس خاطر تفخر أنا تسميس أنا ولا سفر سفري ضرب دي براك كل يوم بدينا شو لامبارك شو الفاكس أنا وقي أنا وقي سي باري الفاكس وليش شو لامبارك ناشينوا أسنين الغشر واحد فاكسيني تشالهار بديك سقال هناك يقف المبنين في العالم كاع ماشي عشاء طول الموت ليلا نياتون ليلا نياتون نروح مسو الكثرة غتفاكسيني لاخاطر الفاكس هي كي هذا غير حاضر هذا حاضر لا سونتينا التلقيح هو اللي يجي عند المواطن هذه الاولى وثانيا اننا ناكسيليغيو شويه لو ريتم تاع لا فاكسيناسيون. عملية التطعيم ستتواصل عبر مختلف مراكز الصحة الجوارية بولاية تيزي وزو عبر 67 بلدية بهدف تقريب وتمكين المواطن من التلقيح في أحسن الظروف. وفي الوضعية الوبائية ببلادنا سجلت 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا وعشر وفيات رحمهم الله خلال 24 ساعة الأخيرة، فيما تمثل للشفاء 238 مريضا حسب ما كشفت عنه اليوم وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في بيان لها. دوليا وفي مستجدات الوضع بالصحراء الغربية، نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات جديدة استهدفت جحور وتخندقات قوات الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة من الجدار الرملي الفاصل. حسب البلاغ العسكري رقم 209 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية. وبهذا نصل إلى ختم نشاطنا لنذكر بالعناوين. رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن ويؤكد أن كل الضمانات الدستورية والقانونية والتنظيمية كفيلة بحماية الإرادة الشعبية ونزاهة العملية الانتخابية. السيد رئيس الجمهورية يدعو إلى ضرورة إيجاد حلول ملائمة تعالج المخلفات السلبية لظاهرة تغير المناخ خلال خطابه في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة عبر تقنية التحاضر عن بعد. رئيس الجمهورية يهنئ الفنانات والفنانين الجزائريين بمناسبة يومهم الوطني. السيد رئيس الجمهورية يجري أول مقابلة صحفية مع قناة الجزيرة ويجدد مواقف الجزائر الثابتة تجاه القضايا العادلة ويؤكد بأن الحراك المبارك الأصلي أنقذ الدولة الجزائرية من الذوبان. تجمعات شعبية ولقاءات جوارية مكثفة تطبع اليوم الأخير من الحملة الانتخابية والتحضيرات جارية لانطلاق عملية التصويت للبدو الرحل. كما تابعتم وتحسبا للتشريعيات دعوات قوية للمرأة الجزائرية على اختلاف فئاتها للمشاركة بقوة في إنجاح الموعد الانتخابية. عقب النشرة يلقاكم الزميل بدر الدين عباسي في نشاط التشريعيات. شكرا لكم على المتابعة، في أمان الله. شكرا لكم مشاهدينا، السلام عليكم ورحمة الله.